الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ کے رسول بہتر عمل کیڑا ہے بہتر عمل بہتر نماز کیڑی ہے آپ نے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نام اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اللہ کے رسول بہترین روزے رکھنے والا کون ہے فرمایا روزے بھی رکھتا ہے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اللہ کے رسول حج کی دا بہتر ہے فرمایا حج بھی کرتا ہے نام اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور یہ تو حدیث سنی ہے نا اللہ ربکم بغیر یا مالک کہ ہر عمل اور بہتر عمل کوئی سے طرح نہیں کہ ہر عمل لیے اپنی جگہ تے کثیرت ہے لیکن جدو دے نال ذکر نال جاندا ہے پھر عمر بہت بلند ہو جاندی ہے اللهم صل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الصالحين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فلا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب